دلوقتي ليه سؤالي دلوقتي؟ هل أنا دلوقتي أنا قبل ما فيش احراج لمصر؟ يعني هل في احراج انك تعيد الحق لي؟ هل هذا معقول؟ يعني صبرنا كل هذه السنوات ولم يعني نقحم مصر في نزاعات قانونيه، وعندما نستعيد حقنا ومصر اعطت حق الحق للمملكه بنفس صافيه وبنيه طيبه، تحدث كل هذه الضجه؟ يعني امر غير مقبول وغير معقول. نحن للاسف الشديد اضعنا بهجه الزياره والنجاحات التي تحققت في كل المستويات، زياره تاريخيه بكل المقاييس. طبعا صحيح. لا انا هسيبك بقى تقول للمصريين بهجه ازاي. لا انا هقول بس ابغى اقول كلمه اخيره. ارجو من الذين يتحدثون ان لا يتحدثوا الا اذا كانوا ملمين بالشؤون القانونيه والتاريخيه لهذا الامر. البعض للاسف الشديد لا يفقه شيء في هذه الامور ويتحدث ويفتي، وليس هذا فحسب، ولكنه يدخل في جدال مع خبراء وقانونيين ويحاول بشكل او باخر ان يفرض رايه. يعني راجل يقول له دي قانونيتها كذا فيقول له لا مش مصدق، وهو لا يفقه شيء. يعني احد هؤلاء امس كان يتحدث لاحد الجهابذة في القانون ويقول له لماذا لم تقرا اتفاقية 1906؟ فرد عليه قال له انت الذي لم تقرا اتفاقيه 1906 لانها لم تتحدث اطلاقا على الحدود البحريه. ارجو ان نهدأ ونترك الامر. ربنا يعني يهدي الناس. كلمه اخيره، هذه الاتفاقيه بعد توقيعها من الجانب السعودي والمصري ألن تذهب الى مجلس النواب المصري؟ نعم. مجلس النواب المصري به يعني كبار القانونيين الذين سيبحثون هذا الامر بكافه التفاصيل، وهم الذين سيقولون نعم أم لا. صحيح.